يا الله
نسألك إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي المتنقب بالغرر الكريمة والجفاف. واستمنه الله تعالى رضوانا يخص عطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاه. واستدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في طريق الخطاء وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا مقطع أقرب قرية نادما من النسب الشريف اكتنف حل المسامع بحلاه. واستعن بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عافر اللهم ضره الكريم بعلم شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الأمد وحمدت خصاله السنية ابن حاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي تم الارتقاء لعليا ابن قصي واسمه جمع سمي بقصي لتقاسي في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم في حما حما. ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فئر وانتمى. وعظم به من قد تلقت كواكب الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطة المنتقى. لا سبون تحسبون لا بحلاه لا سبون تحسبون لا بحلاه قلدت نجوم هل جوزاء قلدت نجوم هل جوزاء بابته الجنة لا إله إلا الله بابته الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله صدد وفخار أنت فيه اليتيمة العسماء أنت فيه اليتيمة العسماء مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأقم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أراد الزين العراقي وارده في مغرب آباءه الأمجاد صنع لاسمه آباءه الأمجاد صنع لاسمه مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله.
تارقوا الصفاح فلم يصبوا عاره تارقوا الصفاح فلم يصبوا عاره من آدم وإلى أبيه وأمه من آدم وإلى أبيه وأمه مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سرت سرى نور النبوة في أسرار ضرر البهية.